أول إشي رح نحتاج لكوبين من البسكوت المطحون، كمان ل 100 جرام من الزبدة، وبدنا كاستر جاهز، وكمان جلو فراولة، وعلبة كبيرة فواكه مشكلة، وكمان بدنا كريمة مخفوقة للوجه. تمام؟ تمام التمام. هناخد الكاسترد اللي هو جاهز اللي بنباع علب هذا. مش يعني اللي مش حابب ممكن يعمله في البيت، احنا عملناه هنا كتير. انا بحب الكاسترد زاكي. وبتاع على فكره بتاع السوق مش وحش. يعني هحله بشويه حليب بس الاول طبعا عشان يدوب. ما بحطش الحليب كله مرة واحدة. هو بس ايه، انا مش عايزة استعمل المضرب التاني لانه خلاص كده تمام. خلاص هو هذا حليب بارد بدوب بحس اسرع ولا لا؟ لا هو لازم بارد. ما ينفعش نحط مش بارد لانه لو مش بارد هيكلكع. طبعا دي كلكع بالسخن. خلاص هنحط ده دلوقتي على النار. اوكي هذا يسخن، لازم يسخن. بدك اياه يغلي انت؟ ويتقل شوي. تمام. نصبح على تسنيم معايطة. يسعد صباحك يا تسنيم، شكرا كثير لك. وزين العدوان كمان صباح الخير يا زين. نيفين دغلس كمان يسعد صباحك، صباح من دبي عم تحضرنا، دائما تحضرك من دبي. ونوال شلدان كمان يسعد صباحك. فردوس قردن صباح الخير يا فردوس، تقول لك يسلموا ايديك يا غادة يا عسل. الله يسعدها يا رب. خولة من الجزائر دائما بتتابعنا، صباح الفل والورد والياسمين يا خولة. اهلا وسهلا. صباح الخير، شكرا لك حبيبتي للداوية. صباح الخير أم قاسم كمان، صباح الخير يا أم قاسم. نريمان نريمان صباح الخير. يا نريمان شكرا لك، من المتابعين القدامى. عن جد نريمان دائما بتتابعنا. نريمان أم قاسم. أم قاسم. فرح أحمد صباح الخير يا فرح. وأم إسلام الرمال كمان يسعد صباحك. واماني جروان صباح الخير يسعد صباحك انت كمان. طيب بصي انا على ما تكملي انا هعمل ايه، بس هدوب كمان الجيلي علبتين. تنتين علب علبتين جيلي. اوكي بس هدوبهم مع الميه. اوكي هحط شويه على النار، مي بارده عاديه برضه. بس انا هنقص من عيار الجيلي نص كوباية عشان يتقل. من كل من كل كوباية بنقص نص كوباية. تمام، يعني من لحظة كل علبة، كل علبة جيلو قد ايه بتاخد مي؟ المفروض علبتين، كاستين مي، كوبايتين مي. اوكي احنا هنحط واحدة ونص. اوكي من لكل علبة بصير واحدة ونص مي بس. بالظبط. اوكي عشان يتقل يمكن اكتر، علشان يمسك نفسه اكتر في لان هو مش جيلي كوبايات. طبعا هذا هنعمله فعايزينه يبقى ماسك نفسه شوي. اوكي تمام. فهلا انت رح تستني التنين اللي يغلوا مظبوط؟ ده لازم يدوب. وده خلاص قرب يغلي بس هدينا بالنار. تمام. خوله كوساك صباح الخير يا خوله، يسعد صباحك من الجزائر. خوله من الجزائر؟ دائما بتقول انها من الجزائر. والله اليوم ما عرفت اسمي من الجزائر، والله ما اعرفش. دره تفاحه صباح الخير يا دره، بتسلم عليك كثير. صباح الفل. طيب شوفي احنا ازاي اهو الكاستر. طبعا ولا والله سريع. وبعدين لا بيكلكع ولا بتمشي بالخطوات مظبوطه، بيطلع كده زي الحرير شايفه. جنن. طيب دلوقتي احنا طبعا عملنا 100 مره، لان انا يعني عملت مليون مره تشيز كيك، فما مش هنعمل النهارده البسكوت. البسكوت بنطحنه وبنخلطه مع الزبده وبنضغطه في الصينيه اللي هنستعمل. طيب اوكي، وبعدين بحب احطها انا في الفريزر او في التلاجة لغايه ما ابتدي اعمل بقيه الخطوات بتاعه الشغل عندي. تمام. اوكي ده بس انا عايزاه يدوب في شويه الميه دول. وبعدين بضيف له ميه بارده. تمام. اوكي خليني اجيب بقى قاعده البسكوت انا من التلاجة. منى طه صباح الخير.
رؤى محمد، أسيل مروان صباح الخير، فاتن عيسى يسعد صباحك، مصطفى رمانة صباح الخير، دعاء عبيدات، لا ما تزعل يا دعاء، لا مش عايزين حد يزعل مننا خالص، دعاء الزعلانة، دعاء زعلانة دعاء الزعلانة، لا والله دعاء تزعل دعاء حبيبتي ما تزعلي، هاي قرأت وبدي أصبح عليكي صباح ورد وفل وياسمين، لا إلك يا دعاء. طيب نهى حسين كمان صباح الخير، بس أنا شكراً هحط إلك. الكاسترد اللي عملته دلوقتي ده هحطه فوق البسكوت. أوكي. أول إشي طبقة كاسترد يعني. أوكي أحلى شكله، بحب شكل الكاسترد. وملمسه بيبقى حلو. هلا بتبردي الكاسترد قبل ما تحطي الجلو؟ شوية لازم يعني يمسك. خلاص تمام كده، باخده وعلى التلاجة. طيب بس معلش عشان اللي بيعمل الـ انا حاطه بس مع بودره الكاسترد كنت حاطه معلقتين سكر عشان يزيد الحلاوه، هو بيتعمل هو كده، دي الارشادات اللي على العلبه. فانا حطيت مع بودره الكاسترد معلقتين سكر. اوكي طيب دلوقتي بس هزود الميه بتاعه الجيلي بقى عشان نعمل الجيلي عادي زي ما بنعمله. هحط بقى ميه ساقعه علشان يبقى جاهز على طول. طبعا بس بيجمد اذا كانت عليه الميه ساقعه. طبعا بيجمد اسرع بس والله، يعني انت بتحطي العيار الاول سخن عشان ندوب الجيلي وبعدين بنحط ميه ساقعه بعد ما بنضمن ان هو داب. والله هاي فكره، خاصه لو بدك تعملي تارت لانه ما بدي تضلي تستنيه ليبرد، واذا برد اوريدي بيجمد. فكره اذا برد بيجمد طبعا. خلاص كده تمام. طيب هنجيب اللي ملحقش يبرد بس هنشتغل فيه لانه لازم يعني نشتغل. احنا بردين اللي فوقه. اوكي. ام محمد عز نصبح علينا، شكرا لك يا ام محمد، وبتسلم على اختها ام اسلام الرجبي من فلسطين، واحنا كمان بنصبح عليها. احنا بس لازم نتخلص من الميه اللي في بالفواكه علشان خاطر ما تبوظليش عيار الجيلي او عيار الكاسترد بالظبط. فاحنا لازم بس نتاكد ان ما فيش ميه قد ما نقدر. سوسن السيد يا سوسن صباح الخير، ويسلموا ايديكي على هالتيراميسو الزاكي شكله بشهي. هنحط دلوقتي الفواكه على الكاسترد. انا اللي انا عاملاها بصراحه بامانه يعني حط عليها علبتين مش علبه، علبتين فواكه دي يعني هيك يعني زيادة. دي هنحط عليها علبه بس انا اللي هطلعها عليها علبتين مش علبه واحده. غاده مها عماد عم بتقول لك مو مصدقه، وغاده تخلص عشان تشوف النتيجه يا حياتي اكلات الدجاج، هي ورجيناك النتيجه الدجاج، ادي الدجاج طلع يا مها عماد. بس في صوص جنب هذا الاكل انا بصي ممكن يحطوا اي صوص هم بيحبوها، انا حاطه يعني ممكن يحطوا زبادي بالذات ان انا حاطه رز. ممكن زبادي، ممكن في صوص انا تانية بحبها اللي هي تقريبا بنحط لو مثلا حطينا كوبايه مايونيز بنحط عليها نص كوبايه زبادي وشويه بودره ثوم تطلع لطيفه جدا برضو. لبن ومايونيز زاكي بيطلعوا كتير كتير. هو ده انا مع الباربيكيو الوينجز او التندر تشيكن دايما بحب اعملها دي، هي واللي بالبلو تشيز حلو. ميسون السايح يسلموا ايديكي، زاكيين شكلهم. عبير جميل سليمان، هيجة صباح الخير من الرياض عم بتتابعنا، وغادة مبدعة كالعادة الله يسعدها. هناخد بقى الجيلي دلوقتي، يلا هلا بدك تسكبيه فوق وهحطه فوق الفواكه شوي دي شوي. شوفي قد ايه هو سهلة الوصفة، ما فيهاش سهلة بس طعمها بيطلع شكلها زاكي، بيطلع لطيف جدا طعمها. رندا سرفندي صباح الخير، صباح الفل. بدها تبعتي لها حصتها
يا عيني، هي بتموت فيكي. الله يسعدها يا رب. شكرا لك، طف الثلاجة بس.